السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا بهداك، وأرضنا برضاك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وصل اللهم على خير خلقك صلاة وسلاما ترفعنا بها في جنتك ودار مقامتك. وبعد، ضيوفنا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم المبارك. معكم محدثتكم الأستاذة صفا محمد علي من فريق التقديم في منصة أريد الدولية. يسر منصة أريد الدولية للعلماء والخبراء والباحثين والناطقين باللغة العربية، وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية الشريكة للمنصة، أن نقدم لكم جلسة علمية مميزة عن أبعاد التحول في مفهوم القوة، وسنغوص في مفهوم القوة الذي يمتد عبر العصور مع تغير المجتمع وتغير الظروف برحلة فريدة من نوعها، لنلقي نظرة مستقبلية على تطور مفهوم القوة ودورها في تطوير المجتمع الدولي، وسنكتشف سويا الأفكار الرئيسية والنظريات لتحقيق تطور إيجابي في مجتمعنا ولتحسين العلاقات الدولية ولبناء مستقبل أكثر تقدما. مرحبا بكم ضيوفنا الأعزاء، ويسعدنا ويشرفنا أن ينضم معنا في تقديم هذه المحاضرة المهمة سعادة الدكتورة فاطمة حموتة، أستاذ العلاقات الدولية محاضرا في قسم علوم الأعلام والاتصال من جامعة باتنا الجزائر. ونستعرض معكم ضيوفنا الأعزاء جانبا من سيرتها العلمية المميزة. سعادة الدكتورة فاطمة حاصلة على شهادة التأهيل العلمي لما بعد الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمرتبة مشرف جدا من جامعة باتنا الأولى بالجزائر، وشهادة الليسانس علوم الإعلام والاتصال، وعضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي الجزائر. شغلت عدة وظائف إدارية وأكاديمية، منها متصرف رئيس في الإدارة المحلية لولاية باتنا الجزائر، وشاركت في العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية والمجلات والكتب والملتقيات، وترأست العديد من الندوات والملتقيات الوطنية والدولية بجامعة باتنا وخارجها. وستقدم لكم حضورنا الكرام محاضرتها العلمية في هذا اليوم، مشهورة بجهودها عن أبعاد التحول في مفهوم القوة. تفضلي سعادة الدكتورة فاطمة، معكم الصلاحية. نعم، شكرا دكتورة صفاء على هذه المقدمة الرائعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، السلام عليكم جميعا. أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكر منصة أريد العلمية وعلى رأسهم الدكتور سيف السويدي الرئيس التنفيذي لهذه المنصة، هذه المنصة الرائعة التي فتحت لي آفاقا علمية كثيرة وحفزتني أكثر فأكثر لأواصل في مجال العلم. ولا يفوتني أن أشكر طاقم المنصة على الجهود التي يبذلونها من أجل خدمة العلم والعملاء والعلماء، فبارك الله فيكم وفي مجهوداتكم القيمة، وجعلها الله في ميزان حسناتكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أشكرك دكتورة صفاء على هذا، على مجهوداتك كذلك في هذه المنصة. كما لا يفوتني أن أرحب بالحضور الكريم، كل باسمه ومقامه، فمرحبا بكم. هللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم تبوأتم من الجنة مقعدا. نعم، كما جاء في المقدمة، محاضرة اليوم حول أبعاد التحول في مفهوم القوة. القوة في العلاقات الدولية بصفة عامة وبصفة خاصة، والعلوم السياسية بصفة عامة. أولا،
أبدأ عرضي هذا بمقدمة حول هذه المحاضرة. نحن نعرف أن القوة لم تعد تنحصر في العلاقة البسيطة المباشرة التي مؤداها أن الطرف الأول يمارس قوة قصرية على الطرف الثاني، لكن تتنوع وتنويعها يكون بتنويع البنى والمؤسسات، وهو ما يتطلب فهما عميقا للسياق الذي تدور فيه والدور الذي تلعبه في الهيمنة على تركيبة المحيط السوسيو-سياسي. فالقوة هي أحد المتغيرات التي لاقت اهتماما من البشرية منذ القدم، فكل فاعل من فواعل النظام العالمي يحاول اكتسابها بمختلف الآليات والطرق للتأثير على الآخر وتوجهاته وسلوكاته بما يتوافق مع المصلحة المحددة سلفا. لذلك فالسؤال الذي نطرحه في هذه المحاضرة: ما هي التغيرات التي طرأت على مفهوم القوة، وكيف تم توظيفه في الوقت الراهن، وما هي آفاقه المستقبلية؟ أول عنوان لهذه المحاضرة يتعلق بمصطلح القوة ضمن الأدبيات النظرية السائدة في العلاقات الدولية. نحن نعلم أن الأدبيات السائدة في النظرية السائدة في العلاقات الدولية كثيرة جدا، حاولت أن أخذ الأساس منها والتي تتحدث عن مفهوم القوة. وبالتالي هنا يعني مفهوم القوة تعدد استخدامه في العلاقات الدولية من حيث الشكل والقوة والقدرة والتأثير وكيفية الاستعمال والممارسة، لأن أساس كل صراع هو القوة الذي يتمثل في محاولة الإنسان إمكانية في محاولة الإنسان إمكانية إخضاع الطبيعة من حوله عن طريق استخدام القوة. أول ما نبدأ به هو نظرية الواقعية. تعود جذور النظرية الواقعية إلى العصور التاريخية القديمة، وقد أسست تفكيرها وتوصياتها السياسية على الاعتقاد بأن كل الشعوب والدول تسعى من أجل القوة، حيث القوة عندهم تمثل هدفاً أساسياً للبشر وللدول بشكل عام. يعني القوة عندهم تشير إلى الموارد المادية المتاحة للأمة لدى الواقعية التقليدية، حيث يعرف هانس مورغونتو أحد يعني الواقعيين السياسات الدولية على أساس أنها صراع على القوة، وبالتالي تصبح القوة غاية ووسيلة حسبه، وهي عنده السيطرة على عقول وأعمال الآخرين. أما أرلوند وولفورث يعرف القوة بأنها القدرة على دفع الآخرين نحو عمل ما تريد ومنعهم من عمل ما لا تريد، وهو يفرق بين القوة والنفوذ هنا. أما الواقعية الجديدة تدافع عن المنظور النسقي أي مجمل المنظومة الدولية، وتركز على توازن القوة، أي أن الدول حسبهم تسعى إلى الأمن أكثر من سعيها إلى النفوذ، وتقر بأن الأمم تعمل على توسيع مصالحها في الخارج عندما تتعرض للتهديد. بمعنى أن هنا الواقعيون ينظرون إلى الجماعة باعتبارها الوحدة الأساسية للتحليل السياسي. وفي وقت مبكر عندما كان يتحدث ثيوسيديت وميكافيلي يكتبون على أساس أن الوحدة الأساسية كانت الدولة المدينة، لكن منذ معاهدة يعني وسطفاليا 1648 أصبح الواقعيون يعتبرون الدول ذات السيادة أو الفاعل، يعني هنا قبل بعد الجماعة السياسية، الدولة هي ذات السيادة، هي الفاعل الأساسي أو الرئيسي في السياسات الدولية، وهو المصطلح المعبر عنه أو الدولتية، وهو المصطلح المعبر عنه بفكرة الدولة كممثل شرعي للإرادة الجماعية للبشر وشرعية الدولة، وهي ما يمكنها من ممارسة السلطة الداخلية. فانطلاقا يعني من هذه الفكرة يرسم الواقعيون تمييزا حادا بين السياسات الداخلية والدولية. لذا نجد هانس مورغانتو يحاج أو يؤكد بأن السياسات الدولية مثل كل السياسات هي صراع من أجل القوة، وهو يوضح الفروقات النوعية لهذا الصراع بين السياسات الدولية والداخلية، حيث أن هذه الأخيرة ويعني بها السياسات الداخلية في الدول قادرة على عرقلة سعي الأفراد للبحث عن القوة. يعني هنا الدولة هي أو السياسة الداخلية للدولة هي التي تعرقل سعي الأفراد للبحث عن القوة بطريقة أقل عنفا، في حين أنها أقل قدرة على فعل ذلك في السياسات الدولية. لذلك نجد أن الواقعيين يفسرون لماذا يقع العنف في المستوى الدولي أكبر منه على المستوى الداخلي. لذلك نجد أن دعاة الواقعية التقليدية قبل ما نذهب للواقعية الجديدة يدعون أن الأمة تحدد مصالحها بلغة القوة. التقليديين الواقعيين التقليديين
مثل هانس مورغانتو يوضحون بأن الأمة تتحدث، أي أمة يعني أي بلد أي دولة تحدث مصالحها بلغة القوة، في حين أن هذه العبارة نجد لها أصلا يعني عريقا متميزا، مثل ما أشرت في البداية إلى تأكيدات ثيوسيديد قبل أكثر من 2000 عام في حوار ميليان بأن الأقوياء يصنعون كل ما تمكنهم القوة من صنعهم. وبالتالي هنا يعني القوة تشير بشكل عام إلى الموارد المادية المتاحة للأمة. لذلك نجد كذلك الواقعية الهجومية القريبة من وجهة نظر هانس مورغانتو تشدد على مضاعفة القوة والصراع اللامتناهي حول القوة، لكن مصدر هذا ليس البشر كما يدعي هوبل بفعل بل كما يدعي هو بل بفعل البنية الفوضوية للنظام. بمعنى الواقعية الهجومية جاءت هجوما على الواقعية الجديدة اللي هي الرؤية النسقية للسياسات الدولية سيستيميك، حيث حاول كينيث وولفز من خلال عمله الشهير أن يتحدث على نظرية السياسات الدولية، وتجاوز النقد الذي كان من الممكن توجيهه إلى مورغانتو، حيث اقترح وولتز نظرية للمنظومة الدولية والإبقاء على هذا المستوى من التحليل باعتباره الوسيلة الوحيدة لفهم سلوكيات الفاعلين الذين يشكلون عناصر هذه المنظومة التي تفرض قيودا محددة على السلوك. أما العوامل الأخرى كالدين والسياسة الداخلية والاقتصاد إلى حد ما تعتبر ثانوية. يعني هنا وولتز الملقب بأب الواقعية الجديدة التي تتحدث عن النسقية تدافع عن المنظور النسقي أو النظام الدولي ككل في إطار رؤية تنطلق من المنظومة، ما أي مجمل المنظومة الدولية التي تفرض طريقة معينة على شكل وحدات المنظومة وسلوكياتها، وذلك عن طريق مظاهرها الضاغطة والصائغة. وهنا يعني وولتز أدخل مفهوم البنية وأعاد تهذيب مفاهيم الفوضى وتوازن القوة ووظائف النظرية في السياسات الدولية في محاولة منه لصياغة نظرية في مستوى البساطة والأناقة من نظريات العلوم الطبيعية. أما النظريات الأخرى التي تأتي بعد هذه النظرية في العلاقات الدولية، نلخص الفكرة تاع الواقعيين، هي أنه يركزون على 3 مصطلحات: النظام الدولي أو فوضى النظام الدولي، ثم الدولة، ثم المصلحة، ثم القوة، ثم المصلحة، ويربطون القوة بالمصلحة. ننتقل للليبرالية. تعود يعني جذور النظرية الليبرالية حتى هي إلى العصور التاريخية القديمة، لكن تمتد إلى النظرية المثالية حيث تركز على المثل والقيم وغير ذلك. لكن هنا يعني الليبرالية في إطارها الجديد تركز على القوة لكن في إطار التعاون داخل المؤسسات، وهذا يدفع الدولة للقيام بتغيير جوهري لإدراكاتها المتعلقة بالدول الأخرى. أي يتحول الطرف المنافس إلى شريك يعتمد عليه أو يعتد به، مما يؤكد أن مسعى اكتساب الدولة في مسعى اكتساب الدولة ل القوة لا يؤدي بالضرورة إلى سلوك يكون موجها نحو سياسات القوة. وبتغير المنطق الذي تسعى الدول لتحقيق مصالحه، فإن تفويض المؤسسات الدولية لإدارة مصالح الأعضاء يكون قويا كفاية لإعطاء المؤسسة درجة من الاستقلالية لفرض الالتزامات ومعاقبة الأعضاء الذين يقومون بخرق قواعد المتفق بشأنها. حتى أعطي للليبرالية حقها، قلنا الليبرالية هي امتداد للمثالية والمثالية التقليدية، لكن مؤخرا يعني التلقيحات التي وردت في الليبرالية الدولية الجديدة أنه منذ بداية التسعينيات أعادت التأكيد على نظرية السلام الديمقراطي، وهي تطوير لفكرة كانت حول الدول الليبرالية التي لا تحارب بعضها البعض. ومن أهم رواد هذه النظرية ميتشل دويل،
ميتشل دويل، فهو مع إقراره بأن الدول الديمقراطية تميل إلى السلام مع بعضها، فإنها في نفس الوقت هي أكثر الدول عدوانية تجاه الدول التسلطية. لكن نظرية السلام الديمقراطي ووجهت لها يعني انتقادات، هي مثلها مثل نظريات سابقة، عدم كفاية التفاسير التي تقدمها في سبب عدم ميل الدول الديمقراطية للحرب فيما بينها. فمن التعليلات، تعليل كانت هو حول دور الرأي العام وطبيعته السلمية، وهناك تفسير آخر هو ميل الدول للديمقراطية لأن تكون غنية وثرية، وبالتالي يجعل خيار الحرب خيار عقلاني بالنسبة إليها. ويقوم ووندوت هنا بتفسير لآخر هو ميل الدول الديمقراطية إلى العلاقات السلمية فيما بينها. لذلك نجد أن الليبرالية كذلك تركز على الجانب المؤسساتي، أن القوة هذه تبرز في إطار المؤسسات يعني كلما الدول فوضت صلاحياتها لهذه المؤسسات، خاصة المؤسسات الدولية، ينشأ ما يسمى بمسار مستقل نسبيا عن مؤسسيها، مما يضمن لها الاستمرار. ويستدل المؤسسيون على دور المؤسسات الاتحاد الأوروبي واستمرار منظمة حلف الناتو. لذلك نجد روبرت كيوهان يميل إلى الاستمرار، يرى في هذه الأحلاف التي تقر بها الليبرالية، يرى فيها أنها تميل إلى الاستمرار إذا كانت لها قوة مؤسسية دافعة تعمل على استمرارها. والمؤسسية الجديدة تركز على 5 مبادئ حسب بايلي وسميث ستيف. هو المبدأ الأول هو تعدد المبدأ الأول هو تعدد الفواعل في العلاقات الدولية، لأن الليبرالية تقر بتعدد العلاقات الفواعل في العلاقات الدولية عكس الواقعية التي تقر بفاعل واحد هو الدولة. لذلك هذه الليبرالية تسمى بالمدخل أو التوجه التعددي، فيه تعدد الفواعل. ويقر المؤسسيون يعني بالبنية الفوضوية، لكن يرون أن ذلك لا يحول دون التعاون بين الدول وتحسين البيئة الدولية عكس الواقعيين. ثم العملية أو الإجرائية، يركز المؤسسيون الجدد أو الليبراليين الجدد على الدور المتوقع لعملية الاندماج والتكامل في المناطق، بين المناطق أو بين الدول. الحوافز تمثل ميزات التعاون وفوائده ميزات تدفع الدول إلى البحث عن التعاون. لذلك دائما نجد الليبراليين يعني خاصة الذين يتبنون الجناح المؤسسي مثل كيوهان، يجدون أن يمجدون فكرة أن التجارة تؤدي إلى السلام بأنها فكرة ساذجة، وبالتالي التجارة الحرة هي التي تحفز على السلام، لكنها ليست ضمانا له. لذلك يعني الليبرالية من خلال يعني الاختبار الإمبريقي يثبت لنا أن المؤسسات التي أوكل لها صلاحيات تمارس من خلال محافلها المختلفة ما يسمى بالقهر البنيوي المرتب بعامل توزيع القوة المقارن، ويتضح لأنهما هنا فيه للقوة فيه ميزة مقارنة، ليس كالواقعيين الذين يطلقون أحكاما أو عندهم الميزة الأساسية هي المكاسب المطلقة أو القوة المطلقة. لازم تكون عندك القوة حتى تواجه بها الآخرين أو تؤثر بها على الآخرين. لذلك هنا نجد أنه عند الليبراليين في الاختبار الإمبريقي يتضح جليا من خلال مؤسسات بريتون وودز التي تعتمد مخصصات متعلقة بالقرون من المساعدات وفق معايير سياسية لها من القوة ما يكفي في فرض رأيها على الآخرين. هذا في إطار الباراديغم العقلاني الذي تندرج فيه نظرية الواقعية والليبرالية. ننتقل للباراديغم البنائي ونأخذ النسخة الأساسية في العلاقات الدولية اللي هي النسخة البنائية التي أقر صاحبها ألكسندر وونتد، بأن الأفكار لها دور في تشكيل الأهداف الفاعلين على المستوى النظمي وفي تحديد سلوكاتهم وخياراتهم. حيث هنا نجد أن البنائيين يصرون على أن البعد المادي تؤثر فيه وبشكل كبير الفهوم كالخطاب السائد في المجتمع
والمعتقدات والضوابط والاجتماعية وغير ذلك. يعني هنا قوة القيادة في مجتمع ما، أي مجتمع، يعني لا يمكن تخصيص أي مجتمع أو أي دولة. فقوة القيادة توكل لمرجعيات معينة، يا إما هذه المرجعيات تكون سياسية، يا إما اقتصادية، يا إما ثقافية، يا إما اجتماعية، يا إما دينية إلى غير ذلك. المهم تكون مرجعية تستند عليها هذه القيادة لتشكل بها قوة معينة سائدة في ذلك المجتمع، وتصبح تلك القيادة ذات حضارة لها مكانة متميزة، يلعب فيها البعد الثقافي دورا في تأثير عمليات القرار الرسمية وغير الرسمية. وعندما نقول عملية القرار الرسمية نخص بها الجانب الرسمي اللي هي السلطة التنفيذية التشريعية القضائية، وغير الرسمي اللي هو تدخل فيه مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والرأي العام إلى جنب القرارات الرسمية أو صناع القرار الرسميين. من وجهة نظر يعني البنائية، هذه تعتبر المعتقدات والمواقف والقيم والتجارب والتصورات الإدراكية السائدة في المجتمع، هي قريبة من الإذهان وهي بمثابة قوة تأثيرية أكبر إذا ما قورنت بالجانب المادي. بالتالي يعني هنا نستشف 3 اتجاهات أساسية في مفهوم القوة وتفسيرها. الاتجاه الأول يقر بتعريف القوة على أنها القدرة في التأثير على الغير، أن القوة هذه تؤثر على الآخر وتجعله يتصرف بالطريقة التي تضيف لمصالح صاحب القوة. وبالتالي هنا يعني صراحة الواقعيين يستحوذون على هذا الاتجاه، لا سيما منهم ميكافيلي وفيما بعد هانس مورغانتو ثم والتز ثم ميرشهايمر إلى غير ذلك. ثم الاتجاه الثاني يعرف القوة على أنها المشاركة الفعالة في القرارات المهمة التي تخص المجتمع، وهنا تبرز دور البنائية أنه القوة هذه لا تأتي هكذا، وإنما تأتي من المجتمع بقيمه وضوابطه وغير ذلك، وهناك مشاركة فعالة بين القرارات المهمة التي تخص المجتمع سواء من الجانب الرسمي أو غير الرسمي. ثم الاتجاه الثالث ويعرف القوة على أنها المحاولة للجمع بين الاتجاهين السابقين، بمعنى هذا توفيقي، ونجد يعني صراحة هذا الاتجاه يعني يميل إلى أنه يوفق بين الاتجاهين السابقين في تعريف القوة، حيث يعرف القوة على أنها التحكم والسيطرة المباشرة أو غير مباشرة لشخص معين. يعني لا تكون هذه السيطرة مباشرة كما يرى الواقعيين بلغة الحرب وبلغة القوة العسكرية، عكس الليبراليين الذين يرون في القوى الاقتصادية والتعاون وغير ذلك هو الأساس للسيطرة. والسيطرة المباشرة أو غير مباشرة، لأنها تكون ربما عن طريق مؤسسات اللي هي العنف البنيوي وأشرت له في إطار الليبرالية، لشخص معين أو جماعة معينة على القضايا السياسية أو عملية توزيع المهام وما يترتب عليه من مقدرة في التأثير على الموقف بالاتجاه الذي يرغب فيه به صاحب القوة. يعني هنا يدخل جانب المباشر وغير المباشر، وتدخل فيه توزيع عملية فيه عملية توزيع المهام وغير ذلك في تعريف القوة والتأثير على الآخرين. لذلك نجد أن القوة لا تعني هنا القوة العسكرية أو وسائل الإكراه المادي بمعناها الضيق، وإنما القوة القومية بمفهومها الشامل بمختلف عناصرها ومكوناتها المادية وغير المادية، الموقع الجغرافي، السكان، الموارد، الطبيعة، مستوى التقدم التكنولوجي، طبيعة النظام السياسي. ومع ذلك عناصر القوة التي تمتلكها دولة ما ربما أحيانا تكون عديمة الجدوى لأنه لم تؤدى أدوارا في تشكيل علاقات القوى بمقارنتها مع مثيلاتها في لدى الدول الأخرى. لذلك يرتكز يعني موقع الدولة في سلم القوى الدولية مقارنة يعني بالعناصر الأخرى كعنصر قوة للدول، وما يعمل على التحالف وزيادة القوة الكلية التي تملكها في الهرم السياسي الدولي.
وتعتمد قوة الدولة في زمن الحرب بدرجة عالية على قوتها المسلحة وتكنولوجيا الحرب وعلى مهارتها الاستراتيجية، بل يعني إن نفس العنصر قد يتفاوت أهميته أو تتفاوت أهميته بالنسبة للدولة الواحدة من عصر إلى آخر. فالأهمية الاستراتيجية التي كانت في الحدود الجغرافية في الماضي يعني أصبحت في تضاؤل أمام تكنولوجيا الحرب الراهنة. بالتالي هنا يعني أذهب مباشرة إلى تعريف القوة وماذا نقصد بمفهوم القوة؟ القوة لغة هو النشاط والنمو والحركة، وتنقسم إلى طبيعية وحيوية وعقلية، كما تنقسم إلى باعثة وفاعلة. لكن في الاصطلاح هذا لغة، في الاصطلاح يعرف جوزيف ناي في كتابه تناقض القوة الأمريكية أن القوة هي قدرة دولة في توظيف قدراتها العسكرية والاقتصادية، بل هيمنة ثقافتها على ثقافات الأمم. وبالتالي هنا يعني القوة هي قدرة الدولة على تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، وكذلك القدرة على جعل الآخرين يفعلون ما لم ينوي القيام به. لذلك نجد أنه القادة السياسيين هذا التعريف لا يأخذون به في الجانب العملي غير العملي، وإنما يأخذون به في الجانب العملي. كذلك هناك من يعرف القوة على أنها القدرة على التأثير في الغير وحمل الآخرين على التصرف بطريقة تضيف إلى مصالح مالك القوة قوة أكثر. ثم ننتقل إلى التعريف الأخرى. إذا ذهبنا للتعريف الإجرائي نجد أن التعريف الإجرائي يحدد يقول أنه القوة هي قدرة الدولة على توظيف أشكال القوة، يعني كل أشكال القوة في تحقيق أهدافها ومصالحها، لا نرتكز فقط على الجانب العسكري ولا الاقتصادي ولا الدبلوماسي ولا السياسي ولا الثقافي إلى غير ذلك، وإنما كل أشكال القوة في تحقيق أهدافها، هذه الأشكال في تحقيق أهداف هذه الدولة ومصالحها وتعزيز هيمنتها ومكانتها في النظام الدولي. والنقطة الأخيرة في تحديد يعني مفاهيم القوة هي أنه القوة لها خصائص معينة يمكن استشفاءها من ما تم التطرق له في النظريات والمفاهيم التي حاولت أن أختصرها جدا في تعريف هذه القوة. خصائص القوة، القوة هي وسيلة لممارسة النفوذ والتأثير، ويهدف لتحقيق مصالح الدولة، سواء كانت مصالح قومية أو حضارية أو حماية الأمن القومي. الخاصية الثانية هي أنه يتغير وزن قوة الدولة وفقا لقدرتها على تحويل مصادر القوة المتاحة أو الكامنة إلى قوة فعالة، بمعنى أن الدولة هنا إذا كانت عندها قدرات بسيطة قادرة تحولها إلى مصادر قوة كفعالة، يمكن أن تحقق لها الكثير من الأمور أو المكانة التي تسعى إليها بين الدول. الخاصية الأخرى هي أن القوة تتصف بندرتها، لذلك تحرص الدول على ما تمتلكه وتحاول عدم تشتيت جهودها. الخاصية الثالثة هي القوة بطبيعتها شيء نسبي، تقاس بالمقارنة بقوة الدول الأخرى. لا يمكن أن نقول أنه هذا شيء ها هو، لكن هذا القوة هي حاجة نسبية، نحاول نقارن بين دول معينة باش نعرفوا هل فيه هذه الدولة تتميز بقوة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة هذه القوة. ثم النقطة الأخيرة في الخصائص، تندرج ممارسة القوة بين التأثير بالطرق الدبلوماسية من جهة وبين أسلوب الإجبار والقصر من جهة أخرى، واللجوء إلى القوة غالبا يكون نتيجة العجز للوصول للحلول بالطرق السلمية. ننتقل للمحور الثاني اللي هو يتعلق ب تطور مفهوم القوة وفق التطورات الواقعية للمجتمع. لدينا 6 أنواع من القوة، حاولت أن أرصدها وفق
التطورات الواقعية للمجتمع. هذه القوة هي الأولى من نوعها، هي القوة الصلبة أو هارد باور، والتي تركز يعني على مثل اللي هو العصا والجزرة أو التأثير. بالتالي هنا يعني نقصد بالعصا أي الترهيب والترغيب، وكلاهما يؤثران بالآخرين عن طريق المؤثر الخارجي، يؤدي إلى إحداث موقف معين تجاه قضية معينة. والقوة الصلبة هي قوة التأثير من الخارج، وهنا يعني تكون بحالتين. الحالة الأولى عندما تقرر الدولة استعمال القوة العسكرية، فإنها لن تقوم باستخدام السلاح مباشرة، إلا أنها تقوم بالتدرج في استعمال السلاح بعدة أشكال، فتبدأ من الأقل تكلفة إلى الأكثر تكلفة. كذلك نجدها في البداية تحاول إجبار الآخر، وإذا لم يكن لها ذلك تتطور وتستخدم الردع والدفاع ومن ثم الهجوم المباشر. أما في الحالة الثانية في إطار هذه القوة الصلبة، تكون باستعمال القوة الاقتصادية، وأهم أدواتها لجعل الآخرين يتولون أشياء لصالحها ولا ترغب فيها، وبهذا يكون عفواً وبهذا يكون استعمال القوة بشكليها في إطار العقوبات والمكافآت أو المساعدات. يعني دولة تفرض عقوبة أو حصار اقتصادي على دولة معينة، ولا مكافآت ولا مساعدات في إطار مساعدات مادية أو مالية، ومكافآت كذلك مالية تشجيع الناس. موقع كذلك هنا يعني في الحالة هذه الثانية يدخل كذلك الموقع الجيوسياسي الذي يبين لنا قوة الدولة من ناحية القوة أو هارد باور أو القوة الصلبة. ننتقل للمفهوم الثاني اللي هو القوة الناعمة سوفت باور، وهذا يعني المفهوم انتشر بعد 1990، وهي نقول لها القوة الناعمة أو القوة اللينة. تعرف بأنها القدرة على جعل الآخرين يريدون النتائج التي تريدها بالاعتماد على قوة الجاذبية وإقناع الآخرين وبدون إرغامهم على فعل ذلك، يعني نقنع الآخر دون أن نرغمه على فعل ذلك، وذلك بمجموعة من الوسائل، وهي أننا نتواصل مع الجماهير الأجنبية لنؤثر فيها وترعاها يعني هنا الدولة، كما مثلا الجذب الثقافي والأيديولوجي، الدبلوماسية العامة اللي فيها وهي ثنائية، تدخل فيها الجانب الحكوماتي والجانب غير الرسمي، ثم الجامعات، القيم السائدة في المجتمع أو نمط الحياة السائد في المجتمع، الإعلام والسينما، التحكم في المؤسسات الدولية، يعني الكثير من الأمور اللي تخلينا ندرجوها في إطار القوة الناعمة. ثم ننتقل للقوة الثالثة اللي هي القوة السيبرانية، يعني كل هذه القوى تحدث عنها جوزيف ناي في كتابه. هذه القوة السيبرانية يعرفها جوزيف ناي بأنها القدرة على الحصول على النتائج المرجوة من خلال استخدام مصادر المعلومات المرتبطة بالفضاء، الفضاء الإلكتروني، والذي يركز هذا الفضاء، الفضاء هذا يركز على الإنترنت، بمعنى القدرة على استخدام الفضاء الإلكتروني لخلق مزايا والتأثير بالأحداث في البيئات العملية الأخرى غير الأدوات الإلكترونية. عن طريق الفضاء الإلكتروني يمكن أن نؤثر على الواقع الذي نعيشه، وهذا يعني ما يسري حاليا. لذلك نجد أن دانيال كويل يرى أن القوة السيبرانية هي القدرة على استخدام الإنترنت لخلق مزايا والتأثير في الأحداث البيئة التشغيلية كافة من خلال أدوات القوة، وهي إذن امتداد لكل من القوة الصلبة والقوة الناعمة في الوقت ذاته. القوة الصلبة هي العتادية، وعندنا لازم تكون عندنا يعني أجهزة تكنولوجية، والناعمة هي افتراضية تتعلق بالجانب الإلكتروني. ثم القوة الرابعة هي القوة الذكية سمارت باور، وهو يعني كذلك طرحها جوزيف ناي في كتابه، وهو مفكر سياسي أمريكي محنك في هذا الإطار، حيث يعرف القوة الذكية على أنها مزيج بين القوة الصلبة والقوة الناعمة في آن
واحد. وتعني تطوير استراتيجية متكاملة تستند إلى قاعدة من الموارد وإلى مجموعة من الأدوات للوصول إلى الأهداف. بروز هذه القوة يعود إلى الحرب الأمريكية على أفغانستان عام 2001 وعلى العراق 2003. وفي هذه القوة، يعني القوة الذكية، باش تملكها الدولة يجب أن تمتلك فيها المقومات الثقافية والمقومات. لذلك قلنا هي مزيج بين القوى الصلبة والقوى الناعمة، لازم تكون فيها المقومات الثقافية اللي هو الجانب الأيديولوجي والقيمي والجيوستراتيجي، ثم المقومات العسكرية اللي هي الترسانة العسكرية وتشكيل الجيش فرق مدرعة وآليات اقتحام إلى غير ذلك، وحرس وطني قوي إلى غير ذلك. هذه قوات برية وبحرية جوية، تضمها يعني الدولة لتستعملها في إطار هذه القوة الذكية. ثم المقومات التكنولوجية، لأنه بدون مقومات تكنولوجية أو تكنولوجيا لا يمكن للمقوم الثقافي والمقوم العسكري أن يصنع لك الغد أو يصنع لك المادة الرمادية التي تبحث عنها والتي هي تتمثل في المايكرو إلكترونيك والبيوتكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر والرقائق المعلوماتية والروبوتات والاتصالات. وبالتالي يعني التقدم التقني في إطار هذا المجال والسرعة في مجال الابتكار واستغلال التقنيات الحديثة للدولة يجعلها تمتلك القوة الذكية. ثم المقومات الاقتصادية، هذا يعني يؤدي أو يصف والتز راسل ميد الجانب الاقتصادي بأنه القوة اللزجة التي تتألف من مجموعة من المؤسسات والسياسات الاقتصادية التي تجعل من الدولة تمتلك القوة الذكية. نأتي مباشرة إلى القوة الخامسة، وهي قوة الذكاء الاصطناعي. قوة الذكاء الاصطناعي وهي Artificial Intelligence Power، بمعنى أنه هذا النوع من القوة يحاكي أسلوب الدماغ البشري، وهو دراسة وتصميم أنظمة ذكية تستوعب بيئتها تستوعب بيئتها وتتخذ إجراءات تزيد من فرص نجاحها. هذا المصطلح يعني انتشر في سنة 1955 من طرف جون ماكارثي، ويقول أنه علم هذا الذكاء الاصطناعي علم وهندسة صنع آلات ذكية. وبالتالي هو شكل عاملا للتحول في مفهوم القوة ليظهر نوعا آخر من الحروب أشد فتكا وأكثر خطورة من الحروب الكيميائية والنووية عفوا. صراحة يعني شفناه في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعني هناك أسلحة مستقلة ذات التحكم، حيث هنا يعني الذكاء الاصطناعي أتاح فرصة لجميع أنواع الأسلحة، سواء كانت روبوتات أو طائرات مسيرة أو توربيدات. على سبيل المثال أن تتحول إلى أنظمة ذات تشغيل بفضل أجهزة استشعار متطورة تحكمها خوارزميات بالذكاء الاصطناعي، تسمح للكمبيوتر بالرؤية. وبالتالي هنا يعني ذاتية التشغيل لا تعني أن السلاح يمكنه أن يستيقظ صباحا ويقرر أن يشن حربا، لكن حسب ما يؤكد الأستاذ في علوم الحواسيب في جامعة كاليفورنيا بيركلي ستيوارت راسل، يوضح هي أنها أسلحة قادرة على تحديد مواقع الأهداف البشرية واختيارها ومهاجمتها والأهداف التي يوجد بداخلها بشر من دون تدخل بشري. لذلك يعني تعد الروبوتات القاتلة في أفلام الخيال العلمي التي تصور عالما قاتما مثالا واضحا على ذاتية التشغيل، لكنه ربما ليس عمليا جدا. ويضيف راسل هنا أن بقوله أن هناك من يعملون على استكشاف ذلك أيضا، في استخدام
تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في الحروب حسب ما يرى يعني المحللون، وما يولد يعني نزاعات بشرية مختلفة على نحو لا يمكن تصوره وأكثر فتكا، وهذا ما سنراه في يعني في مستقبل القوة. ثم نأتي للنقطة الأخيرة أو القوة الأخيرة اللي هي القوة الحيوية. القوة الحيوية هي برزت يعني مؤخرا خاصة مع ظهور جائحة كورونا، لذلك نجد أنه ليس أننا يعني فقدنا القوة التقليدية للدولة بمعناه النهائي، لكن هذه القوة برزت في هذا الإطار تاع جائحة كورونا، على أساس أن الحروب الأولى اللي في إطار القوة التقليدية تحتاج إلى ترسانة عسكرية اقتصادية، لكن جائحة كورونا فرضت يعني على الدول أن تعيد ترتيب أولوياتها في إطار هذه القوة الحيوية التي أصبحت يعني أو أدت العديد من التطورات العلمية التكنولوجيا في مجال التكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا التركيبية إلى زيادة إمكانية الوصول واحتمال استخدام الأمراض المعدية كأسلحة بيولوجية، وهذا راجع لطبيعة وتكاليف إجراء البحوث وتوسيع نطاق الخبرة عبر السكان في الدول الغربية كروسيا والصين على سبيل المثال. لذلك يعني هذه الجائحة أو جائحة كورونا فرضت على الدول كلها يعني سواء في العالم المتقدم أو المتخلف أن تعيد ترتيب أولوياتها وتغير من طبيعة بعض وظائفها وظائف مؤسساتها دون أن تلغيها أو تستغني عنها، حيث تراجع موقع القوة الصلبة معذرة موقع القوة الصلبة لصالح القوة الذكية، وتراجعت الأجهزة العسكرية خطوة إلى الوراء لتتقدم إلى الواجهة أجهزة الصحة ومخابر البحث العلمي وأدوات الإنتاج الغذائي والدوائي. العلم والصحة والغذاء والدواء من مسائل الأمن القومي، إذا تعلق الأمر بحرب يقف فيها الإنسان بمجموعة في معسكر ويقف فيها فيروس أو وباء أو جائحة في المعسكر المقابل. لذلك يعني هنا جائحة كورونا وما خلفته من خسائر على الإنسانية كلها هي بمثابة مناورة مفيدة لحرب غير تقليدية اللي هي نقصد بها العسكرية بالدرجة الأولى. فرضت هذه يعني التجربة أن نفكر بجدية في كيفية خوض حروبنا القادمة، حيث انتقل الوعي لدينا باستراتيجيات دفاعية وسياسية ليس في إطار التسلح والتدريب وتجهيز الجيوش فقط، وإنما إلى أكثر من ذلك، هي أننا نفكر أو نخمن كيف تكون لدينا قوة صحية ودوائية وغذائية نواجه بها هكذا فيروسات. من هنا يعني أو بعد استعراضنا لتطور مفهوم القوة وفق التطورات يعني الواقعية للمجتمع الذي نعيش فيه يعني المجتمع الدولي بصفة عامة، وما مر علينا من أنواع لهذه القوى، يمكن أن نختصر هذه القوى في مراحل أساسية. المرحلة الأولى للقوة هي المرحلة الكامنة. المرحلة الكامنة تتمثل في وجود العديد من عناصر القوة التي لا يتم توظيفها. ما هذه القوة كاين دول عندها مجموعة من عناصر القوة لكن ما تستخدمهاش باش تبرز في الساحة ولا تكون لها مكانة في النظام الدولي، وتتزامن مع حالة من الجمود في المشهد السياسي، حتى داخليا نلقاو هناك جمود سياسي في المشهد السياسي، وبالتالي هنا تدرك القوى الفاعلة وجود مكامن مهمة للتأثير لكنها لم تمتلك الرغبة أو القدرة على الاستفادة منها أو تطويرها. اسمها هنا في المرحلة الأولى كاين دول أن عندها عناصر القوة لكن ما توظفش هذه العناصر، وما عندهاش في نفس الوقت الرغبة في القدرة أو الاستفادة منها، بمعنى أنها تمشي بمبدأ كما جات جات، مهم ما يهمهاش، مهم عايشة خلاص في النظام هذا النظام الدولي، ولا يهمها لا المكانة لا السمعة لا الهيبة لا
غير ذلك. ثم المرحلة الثانية لهذه القوة هي المرحلة الانتقالية، والتي يعني تتزامن مع تطورات مهمة على الصعيد المجتمعي، بما في ذلك الزيادة السكانية الكبيرة. هناك من يرى في أن الزيادة السكانية للدولة ربما تقضي عليها، لكن بالعكس هناك من يرى أن هذه الزيادة السكانية تعمل على تطوير المجتمع، كما نرى حاليا في الصين. هذه الزيادة لا تشكل بالنسبة لهم عائق، وإنما بالعكس تطور الصين من تطور هذه الزيادة. ثم المرحلة الانتقالية كذلك وش يميزها هي زيادة مستوى الوعي والثقافة. كل ما كان هناك مستوى الوعي والثقافة لدى المجتمع حسب ما يقر يعني به البنائيين، حسب ما رأينا في المحور الأول. صراحة يعني ألكسندر وانتوت لديه الحق في أنه القيم أو النمط العيش حياة العيش الكريم هذا يوفر ربما الكثير الثقافة للمجتمع، وبالتالي ينهض هذا المجتمع ويتطور ويشكل قوة في إطار النظام الدولي أو العالمي. ثم النقطة الثانية، تنامي مفهوم المشاركة الشعبية لدى أبناء المجتمع، يعتبر من المرحلة الانتقالية، كي ما تكونش مشاركة من طرف الشعب ولا من أبناء المجتمع من الرأي أو الرأي العام الوطني، لا يمكن للدولة أن تتطور أو ليكون لديها قوة. ثم النقطة الأخرى هي توفر الموارد على مستوى وطني أو محلي، بما يسهم في زيادة الدخل وقدرة المجتمعات على التحرك والفاعلية في الشأن العام، فضلا عن نمو فضلا عن نمو المشاركة القومية على الصعيد الوطني، والتي تدفع بالجموع للتحرك رغبة في تحقيق مصالح مشتركة أو للقضاء على مظاهر التسلط والاستبداد. وهذه المرحلة يعني مهمة جدا للدول على المستوى الداخلي أو الصعيد المجتمعي. ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة نضج القوة، وتتحقق هذه المرحلة عندما ترقى الشعوب إلى مستوى الحدث، بحيث تتمكن مختلف القوى الفاعلة من تحقيق تواصل فيما بينها، وتمتلك القدرة على اتخاذ المبادرات وإسماع صوتها على الصعد الوطنية والدولية. ما هنا الدولة لا تبرز هكذا، وإنما عندما تكون شعوبها ترتقي إلى مستوى حدث معين، حيث في هذا الحدث يكون هناك تواصل بين هذه القوى الفاعلة. نحن نعرف شكون هما القوى الفاعلة داخل الوطن. كما أشرت في البداية، هي الجانب الرسمي ثم غير الرسمي من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والرأي العام. وهذا يعني كل ما كان هناك تحقيق في إطار يصب في إطار التواصل الفعال والبناء والإيجابي، هناك يظهر ما يسمى بالقدرة على اتخاذ مبادرات وإسماع صوت تلك الدولة، سواء داخليا أو خارجيا أو إقليميا أو عالميا. نعم، وهذا يعني كذلك باش ما ننساوش هذه المراحل باش نخليو الدولة هذه تبرز على المستوى الخارجي، تكون لها مكانة وهيبة وسمعة دولية برستيج يعني في إطار النظام هذا الدولي والنظام العالمي. يجب أن تمتلك مصادر تشكل لها تلك القوة. من بين هذه المصادر قوة الخطاب أو الإعلام، حيث هذا الخطاب يجب أن يكون فيه امتلاك الأدوات التي تساعد على رسم صورة إيجابية للعمل بين المجتمعات. ما احنا لازم نرسم للدولة تاعنا صورة إيجابية، وما نرسمهاش صورة سلبية اللي تخليها أنها تنهار بين الأمم ولا بين تلك الدول. وهذا يعني من مصادر القوة للدولة على المستوى النظام الدولي. وهذا يتطلب كذلك عدة إجراءات، منها تسمى باش نتحصلوا على قوة هذا الخطاب، ما يجيش هكذاك، وإنما فيه أمور لازم نركز عليها، هي حياز تقنيات الخطاب العام، وإقامة علاقات تعاون مع المؤسسات الإعلامية. عليها أنا درت بين قوسين الإعلام، لأن الإعلام هنا أصبح بمثابة السلطة الرابعة،
بعد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ثم تمكين الشباب من المساهمة الإعلامية وتوفير التدريب اللازم لهم للقيام بذلك. أول حاجة اللي تقضي على الدولة وقوتها هي أنه نهمشوا عنصر الشباب، كلما كان يعني تمكين لهم ومواصلة معهم والتواصل معهم وتوفير لهم التدريب اللازم، كلما كانوا قوة رقم واحد في تشكيل قوة الدولة. ثم النقطة الثانية هي القوة الاقتصادية، وهي تنمية الموارد المالية من خلال تنمية الموارد المالية من خلال التأطير وتنظيم قطاعات الإنتاج المحلي والمساعدات والتحالف مع المؤسسات الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في تعزيز البرنامج السياسي. ما لو كان ما تكونش عندنا موارد مالية متاحة لدينا، مستحيل أننا نصنع القوة تاع الدولة. ثم القوة الشعبية اللي هو الامتداد الشعبي عبر صياغة استراتيجية لتعزيز العلاقات المجتمعية وصياغة أنماط مختلفة من الخطاب للفئات المؤيدة والمعارضة والمحايدة والوصول. يعني احنا المجتمعات تاعنا نعرفوها بلي فيه المؤيدين فيه المعارضين فيه المحايدين، وبالتالي انه الخطاب تاعنا يجب ان يكون مصاغ مع هذه الانماط تزامنا والانماط المختلفة التي يتشكل بها المجتمع، والوصول الى مختلف المناطق وتخفيف حالة الريبة والعداء من قبل الاطراف غير المنسجمة مع البرنامج السياسي او تلك المختلفة من حيث الانتماء المجتمعي. احنا نعرفوا بلي ان اي دولة فيها أطراف خارجية أو فيها لاجئين فيها مهاجرين فيها المقيمين الأجانب إلى غير ذلك. كل هذا لازم أن نصيغ برنامج يتوافق مع هذه الأطراف، ونحاول أن نخفف حالة الريبة أو الشك بين هذه الأطراف والسلطة الرسمية أو الدولة بصفة مختصرة. النقطة الرابعة في تشكيل قوة الدولة هي القوة السياسية أو التحالفات الاستراتيجية والتحالفات المرحلية. إحنا عندنا مثل دائما نمشي به في العلاقات الدولية، عندما يكون هناك شخص واحد في على الأرض يكون هناك سلام، وعندما يكون شخصين يكون هناك صراع، وعندما يكون هناك 3 أشخاص يكون هناك تحالف. بالتالي هذا التحالف هو الذي نبحث عنه داخل المجتمع حتى تشكل قوة الدولة، بحيث تستطيع القوى الفاعلة تحقيق أهدافها. لا يمكن أن تحقق أهدافها بمهزل عن محيطها، ثم المحيط اللي تعيش فيه هذه القوى الفاعلة خاصة رسمية ولا غير رسمية يجب أن تكون صياغة نسق شامل للتحالف أو التعاون أو التكامل مع مختلف القوى السياسية الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات والقوى المجتمعية للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. أي مجال نصيغ فيه يجب أن يكون هناك ما يسمى بصياغة نسق شامل للتحالف بين تلك أو تعاون أو تكامل بين مختلف القوى السياسية الفاعلة داخل الدولة. ثم النقطة الخامسة هي القوة البنيوية أو تعزيز البنية التنظيمية، حيث يفرض تسارع الأهداف الأحداث وعمق التحولات على سائر القوى الفاعلة في إطار المشهد الداخلي، مراجعة النظم الهيكلية والإدارية وتطويرها وتحديثها وضخ الدماء الجديدة فيها لضمان استمراريتها. يعني هنا البنية التنظيمية لأي دولة يجب أن تكون في إطار مراجعة النظم الهيكلية والإدارية وتطويرها وتحديثها، وليس في إطار تقليدي، لأن التقليدي لا يتناسب مع الزمن الذي كانوا يعيشون به والزمن الذي نعيشه مع التطورات التكنولوجية الهائلة. القوة الأخرى أو المصدر الآخر هو القوة الفكرية، بحيث يمكن مراجعة المنطلقات الفكرية وتحديثها وفق المستجدات التي نحن نعيشها، حيث أنه يجب أن تكون النخب المؤثرة
داخل النخب التي تعيش داخل الدولة مؤثرة بمراجعة منطلقاتها الفكرية وتسويق رؤاها بصورة مبسطة تضمن القبول والانتشار. ثم القوة ما قبل الأخيرة هي القوة البشرية، بحيث يمكن تنمية المهارات البشرية من خلال تنفيذ برامج تطوير القدرات، تأهيل الأجيال الشبابية. قلنا دائما العنصر الشبابي هو الأساس في ذلك، تعزيز قدراتهم عبر عقد الدورات التدريبية في العمل السياسي والاقتصادي والثقافي والاستراتيجيات الدولية، النظم الانتخابية، العمل الدبلوماسي والمهارات الشخصية. ثم النقطة الأخيرة أو المصدر الأخير لتشكيل القوة لدولة معينة هي القوة المعلوماتية، حيث يمكن الاستفادة من ثورة الاتصالات والمعلومات وتطور أدواتها في قراءة الواقع وتقييم المرحلة والتعامل مع المستجدات بمهنية واحتراف، وتأسيس مراكز بحثية وفكرية وأجهزة للرصد المعلوماتي والبحث العلمي. هذه كلها يعني عناصر القوة داخل أي دولة يمكن أن تبرزها في إطار دولي أو عالمي يخلي يصنع لها المكانة والسيادة. انتقل للمحور الثالث اللي هو مستقبل مفهوم القوة. يعني بعد استعراضنا لهذه الأطر النظرية والمفاهيم والخصائص والمراحل إلى غير ذلك، كيف يكون مستقبل مفهوم القوة في حسب يعني التنبؤات المستقبلية أو السيناريوهات التي يمكن أن نرسمها نحن كباحثين في العلاقات الدولية؟ التوسيع مفهوم القوة في النظام الدولي فقط. نعم، السيناريو الأول هو توسيع مفهوم القوة في إطار نظام دولي. أول حاجة نركز عليها هي القوة المادية. النقطة الثانية هي قوة، ونقصد بالقوة المادية أنه تظل القدرات العسكرية يعني وفق التنبؤات التي يعني رصدتها حسب التقارير أو التقارير الصادرة يعني من الأبحاث العلمية لسنة 2040 إلى 2050، نجد أن القوة المادية في هذا السيناريو ستظل القدرات العسكرية والحجم الاقتصادي أساس قدرة الدولة وإبراز قوتها، مما يجبر البلدان الأخرى على مراعاة مصالح الدولة وسياستها، حيث يعني هذا المجالان يسمحان للقوة من القوة يعني المجالان اللي هما المجال القدرة العسكرية والحجم الاقتصادي يسمحان للدول بالحفاظ على أمنها وتجميع الموارد التي تمكن عناصر القوة الأخرى. لو كان ما يكونوش عندنا القدرات العسكرية والحجم الاقتصادي كقاعدة أساسية لقدرة هذه الدولة، لا يمكن أنها تحافظ على مصلحتها وسياستها في إطار النظام الدولي ومراعاة مع العناصر القوة الأخرى. ثم النقطة الثانية هي قوة التكنولوجيا، حيث يعني حسب التقرير اللي تنبأ إلى غاية سنة 2040 أنه قوة التكنولوجيا تستمر سيما التقنيات العسكرية، حيث أنها تكون مركزية لأمن دولة ما وتأثيرها العالمي. وبالتالي هنا يعني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية هي التي ستوفر الأحدث التقنيات واتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات لدول مجموعة من المزايا للنمو الاقتصادي، التصنيع والرعاية الصحية والمرونة المجتمعية، حيث ستكون هناك ميزة المحرك الأول، وستمكن الدول والجهات الفاعلة من غير الدول من تشكيل وجهات نظر السكان واتخاذ قراراتهم واكتساب مزايا معلوماتية على المنافسين والاستعداد بشكل أفضل للصدمات المستقبلية.
ثم النقطة الثالثة في هذا توسيع مفهوم القوة في إطار نظام دولي، توسيعه إلى ليشمل رأس المال البشري، حيث ستوفر التركيبة السكانية المواتية بما في ذلك عدد السكان في سن العمل القوي والتعليم الأساسي الشامل وتركيز العلوم الهندسة والرياضيات ومهارات التفكير النقدي، مزايا كبيرة للابتكار والتقدم والتكنولوجي والنمو الاقتصادي والمرونة. ستمتلك يعني المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة منهم في سن العمل بما في ذلك أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا مصادر جديدة للقوة للاقتصادية المحتملة. يعني صراحة وهذا يعني نستشفه من الواقع، يعني ليس فقط تنبؤ التقرير، حيث بإمكانهم تحسين التعليم والمهارات والبنية التحتية. سوف تحتاج المجتمعات المسنة والمتعقدة في أوروبا وآسيا إلى إيجاد طرق لزيادة قوتها العاملة لتجنب رؤية عنصر القوة هذا ضعيفا. أما النقطة الثالثة في توسيع مفهوم القوة في إطار النظام الدولي، السيناريو الأول يشمل الشبكات والعقد، حيث التحكم في مواقع التبادل الرئيسية بما في ذلك الاتصالات والتمويل وتدفقات البيانات وسلاسل التوريد الصناعية، سيمنح البلدان والشركات القدرة على الحصول على معلومات قيمة ومنع الوصول إلى المنافسين وحتى سلوك قسري. وهنا يعني نركز نركز على العديد من الشبكات التي كانت تشكل أو أصبحت راسخة على مدى عقود، وربما سيكون من الصعب إعادة تشكيلها خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين. ثم يعني هذه مثلا كما سيطرت شبكات الاتصالات جي 5 العالمية على سبيل المثال، يمكن لبكين استغلال موقعها المتميز للوصول إلى الاتصالات أو التحكم في تدفق البيانات. ومع ذلك فإن ممارسة هذا الشكل من القوة بشكل قسري قد يؤدي إلى رد فعل عنيف من البلدان الأخرى ويمكن أن يقلل من الفعالية بمرور الوقت. النقطة الثالثة في السيناريو الأول هو المعلومات والتأثير. يمكن للأفكار والروايات المقنعة بشكل المقنعة تشكيل مواقف وأولويات للجهات الفاعلة الأخرى في النظام الدولي، ويمكنها إضفاء الشرعية على ممارسة أنواع أخرى من السلطة يمكن لجاذبية القوى الناعمة للمجتمع بما فيه ذلك ثقافته وصادراته الترفيهية والرياضية وأنماط الحياة والابتكارات التكنولوجية، أن تستحوذ على خيال السكان الآخرين. يمكن السياحة والتعليم خاصة التعليم العالي، زيادة الجاذبية، الدبلوماسية العامة، الإعلام إلى عملية التأثير الأكثر سرية. يعني هذه التقنيات المعلومات للحكومات والجهات الفاعلة لها قدرات غير يعني مسبوقة للوصول مباشرة للجماهير والنخب الأجنبية للتأثير على الآراء والسياسات في استهداف الجماهير المحلية في كل يعني أنحاء المعمورة سواء داخليا أو خارجيا، وهذا في إطار التوسع إلى مناطق أخرى. النقطة الأخيرة هي المرونة، نظرا لأن العالم أكثر يعني هنا العالم بما أنه أصبح أكثر ارتباطا أو ترابطا، أصبحت الصدمات المنهجية أكثر شيوعا وشدة مما أدى إلى ظهور العديد من التأثيرات من الدرجة الثانية، حيث يعني ستتمتع الحكومات القادرة على تحمل الصدمات وإدارتها والتعافي منها، والتي تتمتع بشرعية محلية بقدرة أفضل على إبراز قوتها وتأثيرها في الخارج. ومع ذلك فإن بناء المرونة يعتمد على مخزون من الثقة داخل المجتمعات. لذلك شددنا يعني سابقا في إطار الأدبيات النظرية ولا التعريف ولا الخصائص أن الثقة داخل المجتمعات بين السكان والقادة يؤدي هو يعني النقطة الأكثر صعوبة. إذا لم تتواجد هذه النقطة سيكون يعني سيصبح المجتمعات أكثر انقساما، وهذا يعني ميزة ربما هذا التنبؤ لسنة 2040، ستكون يعني مجتمعات كثيرة تتعرض للانقسام بسبب هذا التشظي في المجتمعات بسبب عدم الثقة بين القادة ومجتمعاتهم أو الرأي العام الداخلي لديهم. السيناريو الثاني هي يتوقف على المنافسة الجيوسياسية التي تكثف من
بروباغندا أو دعاية مدعومة بقوة الذكاء الاصطناعي. تسمى الدعاية التي تعتمدها هذه الدول تعتمد بقوة على تقنيات الذكاء الصناعي. لذلك نجد أن النمو في الاتصال الرقمي العالمي وتكنولوجيا المعلومات الغامرة وتقنيات التسويق الرقمي التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع تفتح الباب أمام إمكانية زيادة أنشطة التأثير على المعلومات ضد جميع المجتمعات تقريبا، يعني خاصة أننا نشوف في الواقع أن الدول تستغل هذه المنافسة الجيوسياسية بإطار دعاية مدعومة بقوة الذكاء الاصطناعي. لذلك نجد أن الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية ستكون قادرة على استخدام هذه الأدوات للتأثير على السكان، بما في ذلك عن طريق تصعيد التلاعب المعرفي والاستقطاب المجتمعي لتشكيل كيفية تلقي الناس المعلومات وتفسيرها والتصرف بناء عليها. لذلك من المرجح أن البلدان هذه خاصة مثلا روسيا والصين تستخدم هذه الابتكارات التكنولوجية لجعل حملاتها الإعلامية أكثر مرونة، ويصعب اكتشافها ويصعب مكافحتها، حيث تعمل على اكتساب سيطرة أكبر على المحتوى الإعلامي ووسائل النشر. لذلك نجد أن الحكومات في هذا السيناريو أصبحت أو الجهات الفاعلة بغير حتى الجهات الفاعلة غير الحكومية قادرة بشكل متزايد على استغلال بيانات سلوك المستهلك وتقنيات التسويق لإرسال رسائل موجهة إلى شرائح صغيرة من الجمهور. يمكن للدعاية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأدوات الأخرى لتكثيف يعني أو تكييف الاتصالات مع جمهور كبير وتوقع ردود أفعالهم وتكييف الرسائل في الوقت الفعلي تقريبا. السيناريو الثالث هو تزايد فرص الانتشار النووي أو حتى الاستخدام النووي، وهذا يؤدي بنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة أساسية، هي أنه حول ما هي الضمانات الأمنية والردع الموسع، وما هي يعني الضغوط الإقليمية المتزايدة، ما هي المخاطر التي تأتي في إطار هذا كله. نجد أنه هذا السيناريو يؤكد صراحة على أنه انتشار نووي سيزيد من فرصة الاستخدام النووي أو القوة في العالم، وبالتالي هنا تتزايد مخاطر الصراع بين الدول، وتصبح البيئة العالمية أكثر تنافسية بسبب التقدم التكنولوجي واتساع نطاق الأهداف وتنوع أكبر للجهات الفاعلة وديناميكيات الردع الأكثر صعوبة والضعف أو الثغرات في المعاهدات والقواعد بشأن الاستخدام المقبول. من المرجح أن تسعى جيوش القوى الكبرى خاصة إلى تجنب صراع شديد الحدة، وخاصة حرب واسعة النطاق بسبب التكلفة الباهظة في الموارد والأرواح، وبالتالي هنا يعني يتغير طابع الصراع إلى بفضل التقنيات المتطورة بسرعة وسرعة الصوت والذكاء الاصطناعي واستخدام أنظمة أو الاستخدام النووي في هذه الحروب المستقبلية. وقد يعني هنا يعني في النقطة هذه فقط أؤكد على أنه تطوير أو استثمار في مركبات توصيل جديدة بما في ذلك الصواريخ والغواصات والقاذفات والأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت. من المرجح أنه هذه الدول تستمر في نشر أسلحة نووية دقيقة بشكل متزايد وذات قدرة أقل على منصات مخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، مما قد يشجع الدول على التفكير في الاستخدام النووي وفي المزيد من الحالات ذات المعتقدات التي تفرق بين تبادل استخدام الأسلحة النووية وسعة النطاق وسيناريوهات الاستخدام المحدود. بشكل مختصر هنا يعني في السيناريو هذا تزايدت التهديدات الأمنية الخارجية المتصورة في العديد من المناطق، سيما يعني الشرق الأوسط وما نلاحظه يعني في الواقع، وآسيا وهو عامل رئيسي في قرار الدول لتطوير أسلحة نووية وفقا لبحث أكاديمي. وهذا يعني هذا يؤدي بنا إلى يعني
طرح الكثير من الأمور اللي هي الضمانات الأمنية والردع الموسع والضغوط الإقليمية المتزايدة التي تدفع ببعض الاقتصادات المتقدمة إلى اكتساب أو بناء برامجها الخاصة على حساب الدول الأخرى. من خلال يعني هذه السيناريوهات التي طرحناها سيناريوهات ثلاثة بناء على يعني تقارير حاولت أني أستخرج منها أهم ما جاء فيها التي تتنبأ يعني بمفهوم القوة منا يعني على لسنة 2040. أول حاجة يعني في هذا الإطار يعني نستشفه من مستقبل مفهوم القوة هو الاستخدامات الخاطئة لهذا المفهوم القوة. أول خطأ أو استخدام خاطئ لهذا المفهوم هو ربط مفهوم المصلحة بمفهوم القوة، فهما أمران غير متلازمان بالضرورة. يعني ليس بالضرورة أنه عندما تكون مصلحتك في مكان معين تكون هناك القوة، ليس يعني بالضرورة أنهم يمشيوا مع بعضهم، قد تكون مصلحة لكن لا ترافقها القوة أحيانا، وتكون هناك قضاء لهذه المصلحة بدون استعمال خاصة القوة العسكرية والاقتصادية. ثم الاستخدام الخاطئ الثاني لهذا المفهوم هو اعتبار تحقيق الهيمنة على مصادر القوة على أنه أفضل وسيلة لتحقيق السلم المجتمعي، وهذا لا يحدث أحيانا. يعني قادر نحققه نستحوذ على مصادر القوة بدون أن نهيمن عليها، ونحقق قادر نحقق السلم المجتمعي دون الهيمنة على مصادر القوة، بينما بالعكس في الهيمنة على مصادر القوة يؤدي إلى انتشار الانقسام داخل المجتمع، بالتالي بلبلة وفوضى داخل المجتمع ونزاع بين الأطراف الداخلية داخل المجتمع، وهذا ما نستشفه يعني في الدول سواء العربية ولا الدول الإفريقية ولا الدول اللي تعاني من هذه الهيمنة على مصادر داخل الدولة اللي تشكل مصادر قوة لتلك الدولة. ثم تعدد تطبيقات القوة وممارساتها، وحنا يعني حين نشوفوه يعني كاستنتاج انه القوة هذه تتعدد الممارسات تاعو، قادر تمارسها بطريقة سياسية، قادر تمارسها بطريقة دبلوماسية، قادر تمارسها بطريقة ثقافية، ثم تتبين سياقته، قادر يطرح هذا المفهوم القوة في إطار سياق دولي، قادر يطرح في إطار سياق داخلي، قادر يطرح في إطار سياق إقليمي إلى غير ذلك. ثم أنه القوة هذه تتجدد وسائله، ما تقعدش في إطار وسيلة واحدة، وإنما تتعدد الوسائل التي نستعمل بها هذه القوة. النقطة الخاطئة الثانية اللي يستخدموا فيها المفهوم هذا بتاع القوة هو سباق التسلح المتمثل في التنافس بين الدول الكبرى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وهذا يعني يشكل خطرا كبيرا على مستوى البشرية بأسرها. لذلك نحاول نجنب أنه نحصر القوة في إطار هذه المفاهيم الخاطئة اللي هي كما سبق التسلح، الهيمنة، المصلحة، النفوذ، التأثير، الترغيب، الإرغام إلى غير ذلك. خاتمة هذا البحث يعني حاولت أن أختصر كثيرا في الخاتمة، اللي هي أنها تركز على مجموعة من استنتاجات تم تلخيصها من هذا البحث، هو أنه القوة مفهوم حركي وديناميكي غير ثابت. ما نقدروش نقولوا انه القوه اللي كانت في المفهوم القوه اللي كان في قبل معاهده استراليا وبعدها هو اللي بعدها هو اللي بعد الحرب العالميه الاولى هو اللي حب بعد الحرب العالميه الثانيه هو اللي منتشر حاليا، وانما هو مفهوم حركي وديناميكي غير ثابت. مفهوم القوه يتكون من عناصر ماديه او غير ماديه مترابطه مع بعضها البعض. القوة شيء نسبي حيث تقاس قوة الدولة بالمقارنة بقوة الدول الأخرى. تتعدد أدوات ممارسة القوة في العلاقات الدولية وفقا لقدرات وإمكانات ورغبات القوى المشاركة فيه، فقد تكون القوة العسكرية من أهم الأدوات
الأدوات، وقد تكون قوى الاقتصادي والحصار الاقتصادي والمالي، وقد تكون الأداة المعلوماتية من خلال وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة والإنترنت هي الأهم. لكن الشيء الذي نؤكد عليه هو أن للتكنولوجيا الحديثة دور أو أثر فعال على مفهوم القوة وتحولاتها، حيث ظهر مفهوم القوة الإلكترونية أو سيبر باور. القوة الشاملة هذه هي اللي نبحث عليها، هي أنه لازم تكون تساوي الكتلة الحيوية، القدرة الاقتصادية، القدرة العسكرية، زائد الاستراتيجية القومية، الإرادة القومية، والذي يتحقق بدوره حسب كلاين بعناصر ثلاثة: الثروة وسيرة الدولة على البيئة الدولية والمكانة. هذا يمكن يعني مجمل ما جاء في هذا العنوان، اللي هو أبعاد تحول أو أبعاد التحول في مفهوم القوة. معذرة على الإطالة، ومعذرة على هذا الصوت، لأنه تعرضت لوعكة صحية البارحة أثرت على سعال جاف. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. أحيل الكلمة مباشرة لأعضاء منصة أريد العلمية. نعم، أكملت نعم نعم دكتور. دكتور، الله يحفظكم. راح نفتح الآن إن شاء الله باب الأسئلة والاستفسارات لمن أحب أن يطرح سؤالا أو استفسارا إن شاء الله. فأحبتنا الكرام، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وكل الشكر موصول إلى سعادة الدكتورة فاطمة على هذه على هذه المحاضرة الرائعة. نسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. نعم الآن أحبتنا الكرام نفتح باب الاستفسار والسؤال لمن أحب أن يطرح سؤال. تفضل، من أراد أن يشارك فليرفع أداة اليد أو يطرح سؤاله في الشات. نعم أستاذ إبراهيم، فقط لو ترفع أداة اليد. أستاذ إبراهيم معنا؟ طيب أستاذ إبراهيم، تم إعطائك الصلاحية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. معكم الأستاذ دكتور عاطف محيسن إبراهيم. مرحبا سيد الكريم، وأنا سعيد جدا بهذه المحاضرة القيمة التي ألقتها الأستاذة دكتورة فاطمة، ونشكر المنصة على هذا الجهد الكبير. أستاذتي، يعني هناك بعض النقاط أريد أن أستفسر عنها، وهي جوانب معنوية. يعني أنتم تكرمتم وألقيتم الضوء على مصادر القوة وعلى أنواع القوة، وبارك الله فيكم، وغطيتم يعني قدرا كبيرا جدا من الأمور، ووضحتم مفهوم ومصطلح القوة وإلى آخره من هذه النقاط، بارك الله فيكم. أنا أريد يعني من خلال يعني هناك بعض النقاط البسيطة، منها أولا تصدير الإحساس بالقوة. هذه نقطة معنوية نود أن نستفسر عنها، تصدير الإحساس بالقوة، يعني طبعا مفهومة. يعني أيضا كيف صناعة القوة؟ هل القوة تصنع؟ وهل هذا المفهوم يمكن أن يدخل في إطار الاهتمام أو يدرج في نقاط المحاضرة؟ وثانيا ديناميكية استخدام القوة، يعني ربما نلوح بالقوة العسكرية، ربما نلوح بالقوة النووية، ولكن كيف، هل هناك كثير جدا ما نجد بعض الأطراف في بعض النزاعات تلوح باستخدام القوة وهي استحالة تستخدم هذه القوة؟ نريد أيضا أن تلقي الضوء على هذه النقطة. أيضا هناك نقطة أخيرة، الإدراك بحجم القوة الذاتية. يعني هناك بعض الناس يشعر عنده نقاط قوة وعنده مصادر قوة، ولكن ليس عنده إدراك بحجم القوة التي عنده. هل هذه النقطة أيضا تحتاج إلى إضاءة؟ بارك الله فيكم وشكرا جزيلا أستاذ الكريم. شكرا شكرا دكتور، الله يحفظك يا رب. نعم دكتورة فاطمة، هل لديكم تعقيب أو إجابة على هذه الاستفسارات؟ نعم دكتور. تفضل يا دكتور. نعم، أشرت لم أهمل الجوانب المعنوية المعنوية في طرحي، وإنما ركزت عليه كثيرا، وأشرت لها من خلال يعني تدخيل ضوابط إدراكيا يعني التي يقوم بها
خاصة صانع القرار التي تخضع لقيود أخلاقية ودينية وإيديولوجية وربما حتى نفسية، لأنه هناك من يطرح خارطة الإدراك السيكولوجي في تحديد هذه القوة، خاصة نسخة التفاعلية الرمزية التي تتحدث عن دور التفاعل الرمزي في أو على أساس أنه هذا الرموز أو اللغة أو الكلمة تشكل بمثابة وعاء لغوي بمضمون معين، يشير كل يعني حسب ثقافته السائدة في دولة معينة، يشير إلى أو يعطي مدلولات لغوية تصنع القيمة في سلم القيم العامة والمفاهيم المختلفة التي تجد موقعا لها في سلم أولويات الأجندة السياسية الخارجية لدولة معينة وبدرجات متفاوتة، ما كاين من الجوانب المعنوية التي تحدث عليها البنائيين كثيرا، كما أشرت البنائية أو نسخة تحليل نمط التحليل البنائي اللي هو التفاعل الرمزي، على أساس أنه صقل هوية شخصية حسب يعني احتكاكه أو تفاعل الفرد داخل المجتمع يؤدي إلى إكسابه طباعا معينة، هذه الطباع تجعله يا إما يميل للعنف أو يميل للسلم، وهذا ما يعني يذهب بنا إلى أنه هذا تصدير الأساس بالقوة، يعني القوة هذه إذا كان الشخص هذا ميال للعنف راح يصدر العنف، إذا كان ميال للسلم راح يصدر السلم، وبالتالي العنف هذا يا إما يلجأ للقوة باش يحقق هذا العنف، يا إما بالسلم كما أشرت يعني في مثال سابق أنه مثلا إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على العراق في سنة أو غزو العراق في سنة 2003، كان في ظاهره أنه هذه الدولة على أساس أنها تجسد الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، وبالتالي هي هادفة إلى السلم وليس العنف داخل المنطقة، وبالتالي هنا يعني يقودني أيضا القول إلى أنه هذه القوة تصنع يعني صناعة القوة، وهذا اعتمادا على المنطق الذي درسناه في صناعة وسائل الإعلام، المنطق الصناعي، المنطق الاقتصادي، المنطق السياسي، وبالتالي هنا يعني القوة تصنع وتستخدم حسب السياق الذي يعطى لها. صحيح أنه عندنا مصادر القوة اللي هي مثلا كما الحجم الجغرافي، السكان إلى غير ذلك نعتمد عليه، لكن كما القوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية خاصة في إطار هذه التطورات الهائلة مع الذكاء الاصطناعي والقوة الحيوية تصنع القوة، هذا يعني في تقديري وفي رأيي، ويعني هذه القوة كاينين الأطراف يعني تستخدمها هكذا يعني بالكلام في خطاباتها، لكن من الناحية الواقعية لا يستحيل أن تستخدم هذا القوة وانطلاق يعني أو الانطلاق بحجم نقاط القوة ليس لها إدراك يعني أو هذا السؤال يعني ربما غامض، لو توضحه فقط لي دكتور السؤال الأخير، الانطلاق بحجم نقاط القوة فقط، هذه صياغة السؤال في الأخير. نعم دكتور إبراهيم، معك الصلاحية، تفضل. سيدي أنا أستمع جيد. نعم السؤال الأخير لم أدونه جيدا، أعد لي نعم، صياغة السؤال، الانطلاق بحجم نقاط القوة. الإدراك أو إدراك حجم القوة الذاتية، يعني ربما بعض الدول عندها قوة. نحن مثلا نعطي مثلا المجتمع أو الوطن العربي لديه القوة، قوة امتلاك البترول، وهذا استخدم في حرب 73، ولكن ربما يعني أقول لكم مثال، فربما الإنسان يمتلك أو قطر من الأقطار يمتلك قوة من نوع خاص، ولكن لا يدرك الإحساس بهذه القوة. فهذا ما أقصده يعني.
نعم كان، نعم كان أشرت لها، كان دول أنه لا تبالي، لا يهمها، عندها القوة صراحة، تمتلك من مقومات هذه القوة، لكن لا تكترث لها، يعني عايشة كما أشرت في المحاضرة، عايشة هكذا على ربي سبحانه، ما تحوس لا تتبان في الساحة الإقليمية ولا في الساحة الدولية ولا في أي بلاصة. وبالتالي هنا يعني الإدراك حسب القيادة التي تقود تلك الدولة في هذا الإطار. نعم، شكرا دكتورة. معنا مداخلة أيضا مع البروف محروس علي، تفضل. سعادة البروف، معك الصلاحية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أتقدم بجزيل الشكر للمنصة والقائمين عليها والمجهود الكبير اللي بتبذلوه، ربنا يجزيكم خير إن شاء الله. يعني شكرا للدكتورة فاطمة على مجهودها الكبير في المعلومات المكثفة اللي عرضتها خلال البرزنتيشن. أنا كان ليا استفسار أو استيضاح بخصوص مجموعة العوامل التي تستخدم للقوة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية. إزاي نوظف هذه العوامل في صورة أوزان نسبية، بحيث لو أي دولة أو أي كيان عايز يعمل خطة لوضع قوة ليه، يبدأ بأنه عنصر من العناصر الأساسية. التكاملية تظهر إزاي سعادتك؟ بس شكرا جزيلا. شكرا سعادة البروف. نعم نعم دكتورة فاطمة، تفضل. نعم دكتور، شكرا على السؤال القيم. قلنا أنه القياس، قياس أو القوة المقارنة بالنسبة لدولة معينة في النظام الدولي تتحدد على ضوء وزنها الكلي، يعني قياسا بالقدرات المنتشرة في النظام يعني الدولي بصفة عامة. وبالتالي يعني هنا الوضع نتاعها يتوقف أيضا على إذا ما إذا كان يعني النظام أحادي القطبية أو ثنائي القطبية أو متعدد الأقطار. وبالتالي هنا يعني بما أنه لا توجد يعني دولة عالمية تحمي المصالح الرئيسية لهذه الدول المختلفة، فإن الدول ملزمة بتأمين بقائها ورفاهها بالاعتماد على مقدراتها في إطار توظيف هذه العوامل اللي هي عوامل اقتصادية سياسية ثقافية في إطار أوزان نسبية، بما أن وتمشي بمنطق ليس منطق الواقعيين الذين يقولون أنه لازم نربح، ما لازم أني نوظف القدرات العسكرية تاعي والاقتصادية باش نحصل على الربح ونحقق هذه المكانة الدولية وأقود النظام العالمي، وإنما نمشي في إطار الأوزان النسبية بمنطق الليبراليين الذين يقولون أنه أنه المكاسب في إطار القوة، في إطار توظيف هذه العوامل وإبراز قوتنا في إطار التعاون وتحقيق مكاسب نسبية وليس مكاسب مطلقة كما يقر بها الواقعيين. وهذا لأنه لو كان نمشيو في إطار المكاسب المطلقة حسب الواقعيين، هذا يولد لدينا يعزز لدينا المخاوف ويولد معضلة أمنية داخل النظام الدولي ويكرس الفوضى. بالتالي هناك تنافس بين الدول من أجل تحسين مستويات القوة لديها، وهذا يعرضنا لحروب، حروب وصراعات عدائية. لكن إذا ذهبنا إلى فرض أو تحقيق ما يسمى بمكاسب نسبية حسب الليبراليين، هذا يؤدي بنا إلى تحقيق التعاون والتكامل والاندماج، والوسيط الذي يحقق هذا دائما نلطف الجو أو تلطيف الجو بما يسمى بالمؤسسات التي نفوض لها الصلاحية، نحن كدول، دول أو وحدات فاعلة في النظام الدولي. وشكرا. شكرا دكتورة، بارك الله فيكم. نعم، ونسأل الله أن يشافيك يا رب، نسأل الله لكم الصحة والعافية. إن شاء الله. نعم أحبتنا الكرام، ما زال باب الاستفسار مطروحا،
أو مفتوحا لمن أحب أن يطرح سؤالا أو استفسارا. تمام، معنا من الباحث بالوافي، المداخلة للأستاذ الباحث بالوافي عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا. تفضل أستاذ، معك الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. تحياتي للجميع مع حفظ الألقاب والرتب والمهام. على كل حال، أنا ليس لدي أي سؤال، ولكن أود أن أوجه كلمة شكر للأستاذة المحاضرة الدكتورة فاطمة، ووجه تحياتي لكل المشرفين على منصة أريد لما يقدمون لنا من معلومات على هذه المنصة، وينيرون دربنا في العلم. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا نعم، استاذ شكرا دكتور. بالوافي، بارك الله بك، جزاك الله خيرا. طبعا الاستاذ الباحث بالوافي عبد الرحمن، بارك الله بك، يعني كل محاضره ما شاء الله وكل فعاليه يكون متواجد دائما معنا، فلك كل شكرا التحيه والتقدير، بارك الله فيك. شكرا شكرا. نعم دكتوره كريمه، ختاميه قبل ان ننتقل الى مرحله شرح الشهاده، ان كان لديكم مداخلة أخيرة. نعم، أشكر كل الحاضرين الذين تابعوني في هذه المحاضرة. أتمنى أن أكون أفدت ولو بقليل. صراحة أحيي أعضاء منصة أريد العلمية على ما يقومونه ويبذلونه من مجهود، خاصة الدكتور سيف السويدي وصبره معي. أحيانا لا أتجاوب معه لضغوط ضغط العمل وظروف الحياة، وبالتالي أستسمح منه وأعتذر منه كثيرا مما بطر مني أحيانا من عدم التجاوب معه. أشكركم جزيل الشكر، ونلتقي لنرتقي في فرص أخرى إن شاء الله علمية. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم سعادة الدكتور. نعم أحبتنا الكرام، ننتقل معكم الآن إلى فقرة أو طريقة الحصول على الشهادة لهذه المحاضرة. نعم أحبتنا الكرام، تم وضع رابط الحضور والشهادة في الشات، والآن إن شاء الله سنشرح طريقة الحصول على الشهادة. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل، ونكتب في المحرك البحث، نكتب منصة أريد العلمية، فتظهر لنا بالصورة الموضحة والظاهرة أمامكم. للدخول إلى الصفحة الرئيسية، نقوم بالضغط على تسجيل الدخول لمن كان عضوا من أعضاء المنصة، فيتطلب الأمر منه كتابة البريد الإلكتروني وأيضا كلمة المرور. أما بالنسبة للأعضاء الذين لم يسجلوا معنا بعد، فبإمكانهم وبمجرد ثوان بسيطة أن يكونوا أعضاء معنا، وذلك بالضغط على تسجيل حساب جديد كما يظهر في أعلى الشاشة، الطرف الأيسر للشاشة. نضغط على تسجيل حساب جديد، فيتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة، وهي الاسم باللغة العربية والاسم باللغة الإنجليزية، وكذلك بريد إلكتروني فعال وتأكيده، وكلمة المرور وتأكيدها، واختيار الدولة التي نحن بصددها، أو عفوا التي نحن فيها. وبعد ذلك نقوم بالضغط على زر التسجيل، فتأتينا رسالة التفعيل على البريد الإلكتروني، وبمجرد الضغط عليها نصبح أعضاء رسميين في المنصة. وتظهر الصفحة الرئيسية للمنصة بالشكل الواضح أمامكم.
ومن الطرف الأيمن للشاشة نقوم بالضغط على نظام عليم. نعم أحبتنا الكرام، بالطرف الأيمن للشاشة نظام عليم، فنذهب إلى القسم الخاص بالنظام عليم وهي الظاهرة أمامكم، وهذه جميع الأقسام للنظام نظام عليم. نختار منه المحاضرات القادمة، نضغط على المحاضرات القادمة فتظهر لنا جميع المحاضرات التي ستقدم والتي نحن بصددها، فنختار منها المحاضرة التي نحن فيها أبعاد التحول في مفهوم القوة، ونضغط على الرابط الخاص بها فننتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بتحميل الشهادة. نضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية. طبعا أولا يجب التسجيل في المحاضرة، يظهر لنا زر أخضر نقوم بالضغط عليه، ومن ثم إصدار الشهادة باللغة العربية لمن أراد أن تكون الشهادة بالعربي، أو باللغة الإنجليزية لمن أرادها باللغة الإنجليزية. فننتقل مباشرة ونضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية، فيتطلب الأمر بضع ثوان، ومن ثم تتحمل الشهادة بالصفحة الرئيسية لدينا وتظهر بالشكل الواضح أمامكم. هذا بالنسبة للغة العربية، وأيضا هذه بالنسبة للغة الإنجليزية. طبعا هذه الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولار، ولمن أراد أن يعرف طريقة تعبئة الرصيد بإمكانه الضغط من أعلى الشاشة، من أعلى الشاشة اللي على الطرف الأيسر على علامة الزائد، ينتقل إلى طريقة تعبئة الرصيد، وهي عبر أعضاء أريد أو عبر البطاقة الائتمانية أو عبر البايبال، وأيضا شركاء الحوالات المالية وهي موجودة تقريبا في أغلب الدول العربية، أو عن طريق الويسترن يونيون، وكذلك يوجد فيديو توضيح لطريقة تعبئة الرصيد مفصل بالكامل. نعم أحبتنا الكرام، هذه هي إن شاء الله الشرح المفصل لطريقة الحصول على الشهادة، وأيضا ننوه إلى أنه بإذن الله سنقوم غدا برفع التسجيل لهذه المحاضرة على الصفحة الرئيسية للمنصة على اليوتيوب والتي تظهر أمامكم. هذه هي الصفحة الخاصة بمنصة أريد، وتجدون فيها أيضا جميع الفعاليات والورش والندوات والمحاضرات التي قدمت، ستجدونها إن شاء الله في هذه الصفحة. وأيضا بإذن الله سنقوم غدا برفع هذه المحاضرة، محاضرة أبعاد تحول القوة أو مفهوم تحول القوة. نعم أحبتنا الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الأمسية الرائعة والتي كانت مع محاضرة رائعة قدمتها لنا سعادة الدكتورة فاطمة حموتة، وجزاكم الله خيرا، ونشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء، ونلتقيكم إن شاء الله في محاضرات وورش وفعاليات جديدة. فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.